احنا هنا باش نهنيو يعني على مستوى المؤسسه التلميذه النجيبه هناء شقف اللي حصلت على اعلى معدل وطني بالمؤسسات العموميه بامتحانات البكالوريا برسم دوره يونيو 2019. والان احنا يعني في هذا الجو مع التلميذه في هذا التويج الفردي واللي كيجسد واحد المسار يعني قوي عرفناه في جهة مراكش أسفي بالحصول على معدلات يعني وطنية عليا لأربع سنوات متتالية في ظرف سنتين في هذه الجهة يعني بلغ التطور في نسب النجاح 20% 20 نقطة ديال التحول يعني أنه نعيش واحد الدينامية جماعية كبيرة. امتحان البكالوريا من رفع احسن الظروف يعني كانت عندنا واحد كانت مراقبه خصوصا بني احنا دي سيونس مات دوزنا في قسم واحد يعني ما كانش عندنا مشكل من ناحيه الغش مي كان ستريكت وكانت مراقبه ودوزنا في احسن الاجواء غير هو انا ما دوزتش امتحان البكالوريا يعني كيف ما انا بغيت باسكو كان عندي جي بانيك يعني غلب عليا لو ستريس سي بور سولا ولكن الحمد لله انا شخصيا قريت في التعليم الخصوصي حتى المستوى الخامس ابتدائي، مستوى السادس ابتدائي قريته في مؤسسة أبي هريرة، ومن بعد كملت في إعدادية عمومية وفي ثانوية عمومية، صراحة حنا ما خصناش نبقاو نرميو يعني الأخطاء ديالنا على مثلا تكون عندنا واحد الإتكالية نقولوا بأن المؤسسة العمومية لا راه ما بقاتش عندها واحد القيمة لا، بالعكس التعليم العمومي باقي عنده قيمة وباقي عنده مصداقية وباقيين أساتذة الحمد لله اليوم أكفاء وكيخدموا من نيتهم وبضمير مهني، يعني خص يسوفي أن بنادم يخدم ويدير راسو في القراية. كأي جن دي 21 سيكل عندي حساب على الفيسبوك على الانستغرام على الواتساب عندي سناب شات دونك ولكن فوقت القرايه الصراحه ما كان كنحاول انني ما امكن نبعد على وسائل التواصل الاجتماعي بزاف ما ندخلش لهم بزاف كيعجبني ندخل انني نطالع نشوف اخبار نشوف يعني شنو كاين شنو رايج في العالم باسكو هذه هي النافذه الوحيده اللي عندنا حنا بعدا فوقت القرايه على العالم الخارجي ولكن ما كنحاولش انني نطول فيهم بزاف يعني فوقت القرايه ديك الساعات يعني الا ما نفوتش فيهم ثلث ساعه يعني دغيا نشوف شنو كاين وصافي اما فوقت يعني هكا في العطله ولا فاش يعني تكون القضيه مرخوفه شويه راه بطبيعه الحال عادي كنكون نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي وفيغ ميزور مع القرايه انا كيعجبني يعني لا ليكتور يعني نقرا دي رومون يعني كتبه ديال مثلا ديال التحليل النفسي ولا سو جونغ ديال الكتبه كيعجبني بالنسبه للتوجه مازال ما واضحش بالنسبه ليا ولكن غالبا غادي نختار الولوج الاقسام التحضيريه للمدارس العليا باسكو مازال ما عندي اون في يعني انكور نيبولوز اي امبيغو اي دونك غادي نختار انني واحد دو زون بما فكرت مزيان في لو فيتور ان شاء الله. تعليم